اهلا وسهلا متابعي قناتي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هاد الفيديو غنصور لكم الطريق ديال المارينا شوبينغ. هاد الفيديو جا تحت طلب مجموعه من المتابعات اللي قالوا لي احنا ما عرفناش كيفاش نوصلوا للمارينا شوبينغ والبريكاوم، فاليوم غادي نوريكم الطريق، غير تبعوا معايا الفيديو. ايضا غنذكركم بلا برومو اللي كاينه في جميع فروع بريكاوم واللي غتبقى طوال شهر دجنبر. فكيف ما كتشوفوا معايا انا صورت لكم الطريق ابتداء من زرقطوني، يعني حاولت انني نوريكم اسهل طريق باش توصلوا للمول مارينا شوبينغ ابتداء من زرقطوني في اتجاه مسجد الحسن الثاني. يعني غير تبعوا معايا الطريق وغادي توصلوا يعني ديريكتومون للمول مارينا شوبينغ. فكيف ما كتشوفوا معايا ملي كنوصلوا لمسجد الحسن الثاني كنهبطوا من تحت تونيل او النفق، وكنبقاو غاديين طول ديريكتومون، يعني كنبقاو غاديين طول، ما كندورو لا اليمين لا اليسار، كنبقاو غاديين طول حتى كنوصلوا للمول ديال مارينا شوبينغ. وان شاء الله ملي غنوصلوا ليه غنوريكم ايضا حتى الطريق، وغندير لكم واحد لو بوين دو روبير مرجان كيفاش طلعوا للمحل. فكيف ما كتشوفوا معايا ملي دخلنا للمول، فغنوريكم هنا هذا هو مرجان، وكاين هنا واحد ليسكالاتور غادي نطلعوا للطابق الاول. نحاول نصور لكم هذه الخطوات كلها، يعني كنحاول نصور لكم وفي نفس الوقت ما نشدش معايا الناس. فغنطلعوا من جهه مرجان، غنطلعوا في ليسكالاتور للطابق الاول فين كاين ديكاتلون. كلشي غنوريه لكم هنايا بالصور، يعني كيف ما كتشوفوا معايا مباشره من جهه ليسكالاتور غتلقاو ديكاتلون. غادي نبقاو غاديين معاه نيشان، كيف ما كتشوفوا معايا كنتمنى يكون باين لكم، وغنبقاو غاديين طول حتى غتبان لينا كيابي، يعني محل ديال بريكاوم او فرع بريكاوم مارينا شوبينغ كاين مقابل مع كيابي في الطابق الاول. هذا الفيديو درته للمتابعين اللي ساكنين في المدينه، المعارف، عين دياب، بورغون، سيدي معروف، الولفه، الحي الحسني والمناطق المجاوره، واللي ما كيقدروش او لا مثلا كيعكزوا انهم يمشيو حتى لتشفين سنتر، فالفرع ديال بريكاوم اللي كاين في المارينا شوبينغ اللي قريب المسجد الحسن الثاني اقرب فرع ليكم. تقدروا تمشيو وتستافدوا من العروض ومن لي زارتيكل، يعني كاينين نفس لي زارتيكل ونفس العروض ونفس لي برومو اللي غنقدر نقول لكم ان هاد لي برومو هادو يعني حاولوا تستافدوا منهم، لانهم غادي يبقاو شهر دجنبر كامل، يعني بروموسيون غتبقى لو موا ديسمبر كامل 2019، وابتداء من جونفي 2020 ان شاء الله غادي يرجعوا لي بخي الاثمنه ديالهم العاديه. بالنسبه لهاد لي برومو فكيشملوا يعني التشكيله الجديده للمحل كامله، كيف ما تعرفتوا معايا في الفيديوهات السابقه اللي كنا صورنا في بريكاهوم الرباط وفي بريكاهوم تاشفين سنتر بالدار البيضاء. فالتشكيله الجديده مستوحات من الوان وزخرفات انا بالنسبه ليا جاتني كترجع بين الاساطير اليونانيه واعماق البحار، واللي كيميزها ايضا الالوان، يعني فيها الوان غايه في الروعه بحال الذهبي، الاخضر، الرمادي والوردي. بالنسبه للبرومو ديال هذا الشهر اللي كيميزها ايضا ان محل بريكاوم غيبيع للزبائن ديالو بثمن الجمله، يعني دار واحد لو كونسيبت انه غادي يبيع للناس بالثمن باش كنورمالمون غادي يبيع لي غروسيست، غادي يستافدوا منه الزبناء ديال محل بريكاوم ومن الاولين طوال شهر دجنبر. فحاولوا ما تفلتوش هذه الميزه هذه. ودار ايضا واحد لو كونسيبت انكم كل ما شريتوا اكثر كل ما خلصتوا اقل، وكندعي الناس انهم اللي سورتو الناس اللي كيشوفوا الفيديو او القناه ديالي لاول مره انهم يدخلوا ويشوفوا الفيديوهات اللي صورت في بريكاهوم حير في بريكاهوم الرباط في مرجان حي الرياض اللي غاكين في الطابق الاول، وايضا بريكاهوم ديال تاشفين سنتر باش يتعرفوا اكثر وبالتفصيل على الاثمنه ديال كل حاجه تفاديا للتكرار. للإشارة فبريكاهوم داير واحد الرقم خاص لتلقي الطلبات لا ليفغيزون بالنسبة للناس اللي خارج مدينة الدار البيضاء وحتى خارج المغرب، واللي حتى هما بغاو يستافدوا بدورهم من هاد العروض في
أرقى الأواني واللي كنبغي دائما أنسيستي عليه هو لأنكم غتلقاوها فقط بشكل حصري عند محل بخيكاو.
بالنسبه للاثمنه غير التذكير حيت ما غنذكرش لكم كل شيء في هذا الفيديو، يكفي كيف ما قلت لكم انكم ترجعوا الفيديوهات السابقه فيها الاثمنه بالتفصيل. غير بغيت نعاود نذكر ان الاثمنه كتبدا من 15 درهم، يعني كاينه 15 درهم، كاينه 25 درهم، كاينه 69 درهم، كاينه 99. الاثمنه ديال البرارد نعاود نذكر انه حتى هما فيهم لا برومو، يعني الا شريتوا واحد عندكم ناقص 10%، الا شريتوا جوج عندكم ناقص 15%، يعني كل شيء تقريبا فيه ناقص. ونعاود نذكر انكم كل ما شريتوا اكثر كل ما خلصتوا اقل. كنتمنى متابعي قناتي ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واللي كان بمثابه تذكير لي برومو اللي كاينين، وخصوصا المتابعين اللي كيقولوا لي على حساب الطريق ديال المارينا فين جات، فين جا الفرع ديال المارينا شوبينغ. انا صورت لكم دابا الطريق ديال المول ديال المارينا شوبينغ، ونذكر انه كاين حدا مسجد الحسن الثاني. وبالنسبه للبريكاوم، محل بريكاوم كاين في الطابق الاول مقابل مع كيابي. نعاود نذكر ايضا ان الناس المتابعين اللي كيطلبوني في التعليق تيقولوا لي واش ممكن مدام فايزه تمدد هاد لا برومو، فلا نقدر نقول لكم ان حاليا ما يمكنش، يعني هي مشكوره مدام فايزه كنوجه لها تحيه كبيره القلب الكبير، خلاتها لكم شهر كامل، يعني برومو فالابل شهر كامل. اللي نقدر نقول لكم انه كاين رقم ديال لا ليفغيزون، بزاف ديال المتابعات استافدوا من 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 دي برومو اللي فاتوا واستافدوا، يعني واخا كانوا خارج مدينه الدار البيضاء، واخا كانوا خارج المغرب، فلا كوموند ديالهم وصلتهم حتى لمدينتهم او حتى البلد الاوروبي اللي هما فيه. فيكفي انكم تواصلوا مع الرقم ديال لا ليفغيزون، نخلي لكم في كومونتير ايبانغلي او في صندوق الوصف، وتواصلوا معاهم تقول لهم داكشي اللي بغيتوا، وغتستافدوا من نفس العروض ومن نفس التخفيضات ان شاء الله، وداكشي اللي بغيتوا غادي يوصلكم حتى المدينه اللي فيها اللي نتوما فيها او حتى البلد اللي نتوما فيه. فكنتمنى مره اخرى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. انا غادي نقول لكم سلامه ونتلقاكم فيديو جديد ان شاء الله.